الخميس حكينا انه how to find الماكسيموم. الماكسيموم بدينا نحكي عن ممتاز، كتبنا كتطبيق على البوست اوردر لان كلير وتريس وشفنا كيف اكتيفيشن ريكوردز كيف هم على كل فانكشن كول في الريكوردين. داخل المحاضره حكينا اذا كان في عندك ريكوردز بدون بيس كيس فممكن انه يضل ينادي حاله ينادي حاله ينادي حاله، او البيس كيس مثلا خطا او وات ايفر فممكن انه يضل يتعبى عندك الستاك فريمز. وحكينا انه بشكل عام الريكوردين ابطا من الايتريشن، يعني لو في عندك فانكشن فاكتوريال مثلا تكتبها ريكيرسيفلي او تكتبها باستخدام لوب، مين بيطلع اسرع؟ اللوب بيطلع اسرع. ليش؟ لانه في الريكيرجن الفانكشن كول از اكسبنسيف، الفانكشن كول از اكسبنسيف. اوكي المحاضره هاي ان شاء الله ويل دو مور ريكيرجن، نشوف مور اوبريشنز، نحاول تمبلمنت ذم از ريكيرسيف ميثودز على الكلير. ناو متذكرين المحاضره الماضيه لما عملنا الكلير كان الكلير بياخذ از بارامتر نوب؟ ليش؟ ببلش من مثلا الروت وكل مره ببعث له من وين يبدا النكست كلير، يا كلير ليفت او كلير رايت. عشان زي هيك بالميل اضطرينا انه لما نادينا الفانكشن كتبنا 3.clear وبعثنا له روت. هلا ان جنرال المفروض انه انا لما بدي when I would like to clear a tree المفروض اكتب له زي هيك وبس، يعني ليش احكي له كلير وابدا من عند الروت؟ ما كلير معروف شو معناها، الكلير معناها انه كلير ابتداء من الروت. هو اذا كانت الفانكشن الموجوده عندي هيك 3.clear ما راح اقدر اعملها ريكيرسيف صح؟ لانه الريكيرسيف فانكشن لازم تيك بارامتر وهذا البارامتر كل مره بتغير، كل مره بروح على جهه مختلفه. فايش الحل عندي؟ كيف ممكن انا اخلي اليوزر يعمل 3.clear بس برضه تكون ريكيرسيف؟ محمد ممكن احط انيشال بارامتر انه اذا كانت ما راح في بايت فاليو احط له بارامتر، احط له ديفولت بارامتر ممكن يس. في اقتراح ثاني؟ بظن الديفولت بارامتر يكون فاريبل، الديفولت بارامتر يكون فاريبل. والله I've never tried it. هلا انت بدك تحط هون في الكلير وين الكلير؟ اوكي في الكلير هون بدك تحط يساوي روت صح؟ اه والله I don't know if this is going to work. يبدو انه ما اعترض. اهدى الحالي بس اتاكد. Errors exist. Okay. لا هي تحت. اوكي لا يبدو انه لا، يعني it has to be a literal، يعني يكون صفر او واحد او شيء. Now I'll check this، راح اتاكد منها واحكي لنا انت كمان اذا بتقدر تتاكد منها المحاضره الجايه احكي لنا انه بضبط انك تبعت الديفولت بارامتر يكون شيء يعني يكون فاريبل. هلا most probably انه لا، most probably انه لا. هلا في حل ثاني، مين عنده حل ثاني؟ عمر انه شو اقدر يكون ممكن اعمل فانكشن اسمها clear void، خلينا نكبر شويه اوكي void clear بعدين جوا البودي تحط شو اسمه get root. اوكي هلا clear هاي راح اخلي اليوزر يستخدم clear، هاي الكلير هي حتستدعي كلير ثانيه، الكلير الثانيه هي للريكيرسيف بس هاي الكلير الثانيه راح اخليها انا برايفت ما بدي اليوزر يستخدمها. هاي الكلير بنسميها يوتيليتي فانكشن، يعني فانكشن بتعطيني يعني بتساعدني تمام. فكيف هي بتساعدني؟ هي راح تكون ريكيرسيف وهي حتكون برايفت، اليوزر ما حيستخدمها انا حستخدمها جوا الكلير اللي هي ما بتاخذ اي برامج. اوكي يعني هلا صار في عندي يعني هلا حاليا انا ايش معرف؟ معرف كلير بارامتر وكلير بدون بارامتر. مين اليوزر بيقدر يستخدم؟ كلير بدون بارامتر. هلا لسه انا ما عملت امبلمنتيشن للكلير بدون بارامتر، خلينا ننزل هاي الكلير اللي في بارامتر صح؟ ناو خلينا نحط هنا تمبلت كلاس تي فويد بي اس تي
وبعدين كلير، وهنا ما نعطيها اي بارامتر، وهنا ايش نكتب؟ كلير وروت. تمام كلير وروت. ناو هاي الشغله بتتكرر معنا كثير، لانه حيكون اغلب الفانكشنز اللي عندنا ريكيرسيف، وفي اغلب الاحوال يعني راح ابدا انا من عند الروت، فانا ما في داعي انه كل مره اقول لليوزر احكي لي من وين ابدا، احكي لي من وين ابدا. فدائما بعمل تو فيرجنز، فيرجن ما بتاخذ بارامترز بخليها بوبليك بخلي اليوزر يستخدمها، وفيرجن ثانيه بتاخذ بارامتر بتكون هي الريكيرسيف وراح اخليها برايفت، بخليها برايفت بس انا اللي بستخدمها وبستدعيها زي ما عملت هون بالكلير. تمام اوكي، واضحه هاي الفكره؟ لانه راح تتكرر معنا كثير. خلينا هسا نحاول نكتب السيرش اللي كتبناه قبل، نحاول نكتب ريكيرسيف. سهل ولا صعب؟ سيرش في البي اس تي ببدا من الروت، بعدين بسال هل النود اللي بدور عليها موجوده هناك؟ اذا موجوده خلص بوقف، اذا مش موجوده بروح يمين صح؟ او بروح شمال. ناو في الريكيرجن دائما بنفكر بشغلتين، شو هما؟ بيس كيس وريكيرسيف كيس. طيب هون ايش رح يكون عندي البيس كيس في السيرش؟ اذا اوكي اذا لقيتها او نال، اذا نال ايش لازم اسوي؟ ريتيرن فولس صح؟ يعني اذا انا فتت على نال تري، تري فاضي ما فيها اي شيء وقال لي دور فيها، راح اقول له مش موجود وخلاص. هلا لو فتت على تري ومش نال ولقيتها بقول له ترو. ممتاز. اذا 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 ما كانت نال، كانت مليانة ومش موجود فيها، إذا كانت أكبر شو رأيك؟ شو يعني رأيك؟ شو يعني لفت؟ روح البوينتر شو؟ يعني النود نفسها بنحطها على الروت أول شيء بتأشر، بعدين إذا كانت أكبر بتصير إنه النود اللي عملناها نكست تبعها لا فراح نعم ممتاز ممتاز. هلا انا بعد قاعد بحكي ريكيرجن، فانا قاعد بقول اوكي سيرش في النود. ناو راح اجي عند النود، اذا لقيتها فاضيه مش موجوده، اذا لقيت الفاليو اللي بدور عليها فيها موجوده، اذا لا هيك ولا هيك راح اعمل سيرش كمان مره، يا اما على اليمين او على الشمال. راح اعمل سيرش كمان مره. هلا بدك تنسى موضوع الايتريشن اللي هو موضوع انه البوينتر والبوينتر بحركه بخليه يروح يمين او بخلي البوينتر يروح شمال، انا قاعد بحكي انه راح اعمل سيرش كمان مره يمين او بعمل سيرش كمان مره شمال. تمام؟ خلينا نجرب نكتبها. هلا السيرش ريكيرسيف، خلينا نرجع للسيرش اللي كتبناها قبل. هلا هاي هي السيرش اللي كتبناها قبل، كانت ايش بتاخذ كبارامتر؟ فاليو صح؟ هلا السيرش ريكيرسيف ايش حتاخذ؟ حتاخذ نود بوينتر والفاليو اللي بدور عليها. شغلتين، حتاخذ بوينتر تو نود اللي راح اعمل فيها سيرش، يعني المكان اللي حاعمل فيه سيرش والفاليو اللي حدور عليها. تمام؟ اوكي. طيب فمعناته خلينا نكتب كيس او تمبلت كلاس تي بول بي اس تي سيرش تي اند فال، وايش كمان؟ نود ستار نود. طيب نبدا دائما اول شيء بالبيس كيس ونخلص منه، لازم اول شيء اشيك على البيس كيس. نود ايكوز ايكوز نود ايكوز ايكوز نود ايكوز نود ايكوز ايكوز نود ريتيرن فولس ريتيرن فولس. اوكي ناو بتقدر تحطوا الف وبتقدر ما تحطوا الف، لانه في الاخير الريتيرن حترجع. طيب فا اف نود فال ايكوز ايكوز فال ممتاز. إذا لا هاي الحالة ولا هذيك؟ اوكي، إف الفال أكبر من نود فال. اوكي، بدي إياكم تكونوا هسا دقيقين، إيش راح أكتب هون؟ أكتب سيرش؟ هلا ممتاز، هي ريكيرسيف فلازم يكون في فانكشن كول صح؟ راح أعمل سيرش على اليمين. بس دكتور مش استراتيجية بترجع لك رقم فبدك تعمل ممتاز 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 نادر. حكتب ريتار ريتار السيف تبع الفاليو ترجع لك يا اوكي. انا هون ايش قاعد بقول؟ قاعد بقول اذا كانت الفاليو اكبر من النود فاليو اللي انت فيها، ناو دو سيرش اجين
على اليمين، والنتيجه اللي بترجع لك من هذا السيرج اذا كانت ترو رجعها، واذا كانت فولس كمان رجعها. صح؟ اوكي؟ يعني ريتيرن نتيجه السيرج على اليمين. طيب يس. اوكي لو ما عملت زي هيك وعملت زي هيك، خلينا ناخذ التري هاي تمام، هون خمسه لا بس ما عرفتش، هون سبعه حكيت له دور لي على سبعه تمام. ناو اجا اول مره فات هون، اجا سال هل النود نول؟ لا. هل النود فال بتساوي النود فال؟ لا. صح؟ هلا حكيت له انا اذا كانت الفاليو اكبر من النود فاليو، هل الفاليو اكبر من النود فاليو؟ يس. اعمل سيرش على الفاليو وروح يمين، فاجا هون. صح؟ طيب هسا جيت سالته هل هي نون؟ لا. هل الفاليو بتساوي؟ يس. ريتيرن ترو. هلا عمل ريتيرن ترو، فهاي عملت ريتيرن ترو ورجعت ترو هون. صح؟ رجعت ترو. هلا هاي الفانكشن رجعت ترو؟ ما رجعت ترو. هاي رجعت لي ترو لمين؟ لهاي. بس بعدين الترو هاي وين راحت؟ اوكي؟ فلازم نو، لازم انا اعمل ريتيرن نتيجة هاي. ريتيرن نتيجة السيرش. فراح احكي هون ريتيرن بعدين ألس ريتيرن ريتيرن سيرش بال سيرش فاليو لفت. هو بيسكلي يعني السيرش ريكيرسيف بالضبط زي ما بنحكيها، احنا قاعدين بنقولها فوت عند النود، اذا لقيتها لقيتها، اذا ما لقيتها اذا كانت النود اكبر دور يمين، واذا كانت اصغر دور في الشمال. احنا بيسكلي ذيس از اكزاكتلي وات وير سينج، روح دور يمين وطلع اعطيني النتيجه، او روح دور شمال واعطيني نتيجة. واضح عند السيرش؟ لو سيرش ريكيرسيف ولا سيرش ايتراتيف مين احسن؟ ريكيرسيف الايتراتيف احسن لانها فاست، لانها فاست. دائما الايتراتيف اسرع، دائما الايتراتيف اسرع من الريكيرسيف. بس اغلب المرات حنكتب ريكيرسيف مش ايتراتيف. ليش؟ لانه حيكون اسهل واقصر ومور ريدبل وايزير تو اندرستاند وايزير تو رايت. لانه لو جيت قلت لك اكتب لي هاي الكلير مش ريكيرسيفلي، لو قلت لك اكتب لي اياها مش ريكيرسيفلي، هاي اللي هي كلير كلير ديليت وبس، اكتبها جنب. في حدا جرب؟ فكر كيف يكتبها بلو؟ ايه؟ جربتي؟ بس متوقعة. اوكي؟ الحلو في الموضوع انه انا باخذ هاي بحطها هون هيك بس، هاي عشان اكتب هاي iteratively بدي ستاب معلوم وشوية شغل. اذا بدي اكتب هاي هاي يعني بس انا شفت الصبغة مرة حطيتها هون، اذا هاي بدي اكتبها بلوب بحتاج تو ستاكس، كل واحد اشتغل فيها شيء من ورا واحط هون واروح والف عشان اقدر اعمل هاي الاوبريشن. واذا بدي اخذ الدليت واحطها هون كود مختلف تماما، كلام تماما ملوش علاقه. في ناس بتعدل التري كلياتها وتحط بيرنت بوينتر وتحط مش عارف ايش عشان تقدر تعمل بس الكود هذا او ثلاث سطور. وشوفوا كيف يعني هي الموضوع كثير حلو، انه بس باخذ الدليت من هون بحطها هون او بحطها هون بتغير عندي الترافرسال، بس باللوبس نو واي حيكون شيء موضوع مختلف تماما. احنا في المحاضره حنكتب بس لما يكون عندي الدليت هون، يعني حنكتب البري اوردر. طبعا ما بتقدر تحط الديليت هون، الكود بيطلع غلط، بس المقصود انه يعني حنكتب البري اوردر، البري اوردر نكتبها ايتراتيف. بالامتحان ما بنطلب الا البري اوردر ايتراتيف. بس بري اوردر ايتراتيف. اوكي. طيب خلينا نجرب شيء ثاني ريكارجن. لو قلت لك عندك تري وبدنا نكتب كود يعد عدد النودز اللي في التري، يعني راح نكتب فانكشن كاونت. حنكتب فانكشن كاونت، هاي الفانكشن كاونت بترجع لي عدد النودز اللي في التري.
شو رايكم كيف ممكن نكتب شغله زي هيك؟ نفس الفكره. اوكي افلام بعدين يس. يعني سيميلر الكود تبع الكي اورد بس انك انه تحط كاونتر انك عملت إذا أوكي. وصل على هاي النود يعيدها وبعدين يروح على الدرس. طيب تمام هسا بيسكلي انت يعني انت بتحاول تفكر انه از ات بري اوردر ولا ان اوردر ولا بوست اوردر. انا جود ثينكينج انا ممكن اختصر عليكم واحكي لكم انه هذا المثال بالذات تقدر تحله ان اوردر بوست اوردر بري اوردر بدون اي مشكله لانه ما في معنى للبري والان والبوست. هي الفكره انه انت بدك تعد فلو عديت هاي قبل هاي دازنت ماتر لو عديت هاي قبل هاي دازنت ماتر فما دازنت ماتر هي بري ولا ان ولا بوست. هلا الفكره انه انت بدك تحاول تطلع ريكيرسيف ديفينيشن. بدنا نطلع ريكيرسيف ديفينيشن والريكيرسيف ديفينيشن في بيس كيس وفي ريكيرسيف كيس. اوكي ايش حيكون ريكيرسيف ديفينيشن للكاونت؟ احكي لي زي ما حكيت لي السيرش هو دور في النود اذا ما لقيتها شوف اذا اكبر سيرش يمين واذا اصغر سيرش شمال. الكاونت شو هو؟ يعني اذا اوكي خلينا دكتور ممكن نبلش من الروت او دائما حنبلش من الروت ونروح يمين لنخلصها كامله بعدين نرجع للروت ونروح يسار. روح يمين لنخلصها كامله شو يعني روح يمين لنخلصها يعني كاملة؟ نعمل اللي هي نفس ما عملنا قبل شوي يعني اذا هلا اذا بنشوف نعمل كاونت للروت بعدين خلص بنروح رايت دايركتلي اوكي على ما نوصل اوكي استنى شوي استنى شوي. هلا الفرق الاكبر بين لما انا افكر ريكيرسيفلي ولا افكر ايتراتيفلي. لما افكر ايتراتيفلي بفكر بالكلمات اللي انتم بتحكوها قاعدين بتحكوا كلمه اروح وامشي واسوي بعدين اعدل واغير واسوي واظبط هذا كله طريقه تفكير ايتراتيف. طريقه التفكير الريكيرسيف هي طريقه التعريف بعرف ما هو السيرش. السيرش هو السيرش في النود او سيرش على اليمين او سيرش على الشمال. ايش هو الفاكتوريال؟ ايش هو الفاكتوريال؟ ايش هو الفاكتوريال تاع ايش يعني ان فاكتوريال؟ شو هو الان فاكتوريال؟ مضروب الان في ان ناقص 1 مضروب الان في مضروب الان ناقص 1. اوكي هو الان مضروب ب الان ناقص 1 فاكتوريال صح؟ انا ما قلت لك روح واحسب وسوي وعيد ونقص وامشي وسوي صح؟ انا ام جاست سينج انه الان فاكتوريال هي الان مضروبه بالان ناقص 1 فاكتوريال. وشو هي البيس كيس؟ انه الواحد فاكتوريال هو واحد او الصفر فاكتوريال هو واحد. جود انا لو جيت قلت لك كيف ممكن تحسب 5 اس 7 ريكيرسيف انا بقول لي بضربها وبعدين مش بقول ال 5 اس 7 هي 5 ضرب 5 اس 6 صح؟ صح؟ يعني لو جيت قلت لك انه n to the power x شو هي؟ ممتاز هي n مضروبه ب n to the power x minus 1. Note that انا قاعد بعرف يعني لما افكر بالريكيرجن بفكر بطريقه التعريف مش بطريقه انه اعمل لوب وخليه يسوي وات اوكي؟ ف this is n multiplied by n to the power x minus 1 وشو هي البيس كيس؟ انه n to the power 0 بنساوي 1. عندي الريكيرسيف كيس وعندي البيس كيس. لو جيت قلت لك اجمع لي كل الارقام من 0 ل 7 7 زائد مجموع الارقام 7 زائد مجموع الارقام ل 6 صح؟ طيب لو جيت قلت لك sum الان n زائد sum وبالان ماينس 1 اوكي هيك بدينا نفكر صح اوكي هيك بدينا نفكر صح. وشو البيس كيس؟ السم اوف الزيرو يساوي زيرو. ممتاز ملاحظين كيف عندي الباترن؟ دائما انا اي ديفاين ريكيرسيف كيس والريكيرسيف كيس بالعاده تتخلص من حاجه بعدين تروح تشتغل على حاجه ثانيه اصغر بتضلها تمشي عبين ما توصلني للبيس كيس. يعني هاي الان ماينس 1 حتضلها تصغر 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 عبين ما توصلني على بيس كيس والاكس ماينس 1 حتضلها تصغر 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 عبين ما توصلني على البيس كيس وهاي حتضلها تصغر عبين ما توصلني على البيس كيس. دائما عندي نفس الشيء. هلا بدي ارجع اسال مين يعرف لي الكاونت ريكيرسيف؟ اوكي فرح ممكن نحكي 1 زائد الكاونت نود رايت زائد الكاونت نود ليفت. ممتاز صح. كيف يعني عد؟
عدد النودز في التري. عدد النودز في التري هو واحد زائد عدد النودز اللي هون زائد عدد النودز اللي هون. طيب شو عدد النودز اللي هون؟ هو واحد زائد عدد النودز اللي هون زائد عدد النودز اللي هون، صح؟ طيب متى رح أوقف؟ ممتاز. البيس كيس هي إنه إذا كانت النود equals to null، إذا كانت النود equals to null، إذا كانت النود equals to null فإيش إيش النتيجة؟ لا زيرو. أها أوكي ممتاز. معناته counting the number of nodes in a tree zero إذا كانت التري فاضية، وإذا ما كانت فاضية هي واحد زائد عدد النودز اللي في الشمال زائد عدد النودز اللي في اليمين. أوكي واضحة؟ تمام؟ أوكي خلينا نبدأ نكتب، لأنه أنا راح أكتبها بأكثر من طريقة. So الكاونت مش مكتوبة، فإذا بتحبوا تكتبوها اكتبوها، مش مكتوبة عندنا في الكود. So template class t و int bst count هتاخد ايش؟ node. ممتاز. node t start node. okay good. if node equals to null. if node equals equals to null return zero. ممتاز. اذا كانت التري فاضيه فما في عندي انا ولا اي node. اما اذا ما كانت فاضيه كانت يعني هاي النود is something، فمعناته عندي نود اللي هي هاي زائد عدد اللي على يمينها زائد عدد اللي على شمالها. so return 1 plus ممتاز. هلا هاي هي نفسها زي لو انا حكيت زي هيك int left count يساوي count node left، بعدين int right count يساوي count node right، بعدين return 1 plus left count plus right count. شو هذا اللي سويته انا هون؟ نفس الاشي ما في اكثر ولا باي شيء. اكثر لاينز يس اكثر لاينز بس مش اكثر اوبريشنز، نفس عدد الاوبريشنز، لانه ال1 بلس ريكيرسيف كول بلس ريكيرسيف كول هي نفس الاشي، معناته انه راح يحسب الكاونت هاي وبعدين يجيب النتيجه ويجمعهم على بعض كلهم يعمل واحد. هلا اف وي جوينت تو تريس ذس على مثلا خلينا نحكي هاي التري، اوكي على هاي التري خلينا نسمي هون A هون B هون C هون D. اوكي اول ما يجي حيعمل سيرش من عند الروت، صح؟ هل هي نال؟ لا. فسنس اتس نوت نال ايش حيسوي؟ رح يعمل كاونت شمال. هلا كاونت شمال حيفوت زد نال؟ لا. هيعمل ايش؟ كاونت شمال، صح؟ هلا عمل كاونت شمال حيجي از ات نال؟ لا. هيعمل كاونت شمال از ات نال؟ يس. حيرجع هون حيعمل كاونت يمين، صح؟ فانا عندي هاي بتكون رجعت لي زيرو وهاي رجعت لي زيرو، هون زيرو وهون زيرو. هلا حيحكي له ريتيرن 1 بلس ليفت كاونت بلس رايت كاونت، فهاي رح يكون عنده هون واحد ورجع عند البي. هلا رجع عند البي، البي بكون نادي الليفت كاونت باقي له الرايت كاونت، فالرايت كاونت حيجي هون وحيرجع له زيرو. زيرو ممتاز. حيرجع له من هون زيرو فاكزاكتلي، ف1 بلس الليفت كاونت بلس الرايت كاونت فمعناته هون حيكون عنده 2. طيب هلا خلص من هاي الاي كانت ناديه الكاونت ليفت، هلا حتنادي كاونت رايت، حتنادي الكاونت رايت حتيجي هون. هون از ذس نال؟ لا. فمعناته حينادي على الشمال حيرجع له زيرو، حينادي على اليمين حيرجع له زيرو، بكون خلص من الاثنين هذول فحيرجع له 1 بلس ليفت بلس الرايت 1. خلص من هاي السي، هلا حيرجع عند الاي، عند الاي خلص الليفت كاونت اللي هي 2
والرايت كاونتر هي واحد، نجمع واحد زائد اثنين زائد واحد، اوكي؟ فهيك عنده كم؟ أربعة. ممتاز. فهيك عدد النودز اللي بالتري هاي كلياتها أربعة، which is correct. Now, does it matter لو عملت إشي زي هيك؟ اوكي خليها لا. كيف بتعزز؟ خليها زي ما هي. مين يقترح علي another implementation للكاونت؟ هلا في حدا مش فاهم الكاونت اللي عملناه هذا؟ من الروت، دائما بنبدا الكاونت من الروت. اذا ما بديت من الروت بديت من هون، هيعد لك عدد النوتس اللي موجودين هون. يعني هو بعد منه ولازم. في حدا ممكن يقترح علي another recursive implementation؟ طيب لو عملت زي هيك، اوكي خليها مش مبين هون، خلي الفانكشن void والنتيجة هتتخزن بـ variable that is sent as by reference. كيف ممكن أغير أنا الكود اللي عندي هون؟ أفنان. Okay, if node equals to none, count equals to zero. Count equals to zero? No. ليش؟ لأنه لو صرت لهون أنا بديش أصفر كل الكاونت. Return. Return. Okay, good. This is going to be return. طيب. معناته ايش؟ معناته اذا انت باعت لي كاونت ودخلتني على تري وهاي التري فاضيه، دو نوت تشينج ذا كاونت، لانه ما صار عندي انا اي نود عشان اغير الكاونت. والكاونت ايش اللي بدي اياه؟ حتكون هي زيرو بروبلي، ايش اللي بعت لي اياه خزن في الكاونت. طيب اذا ما كانت نال ايش اسوي؟ يس. اوكي. اوكي ممتاز عمر، ثانك يو فيري ماتش. كاونت بلس بلس، ليش احنا مسمينه كاونت؟ خلينا نسميها كاونتر. كاونتر لانه اسمه فانكشن كاونت. كاونت نود ليفت، كاونت نود رايت. اوكي هون الامبلمنتيشن مختلف نتفه عن اللي قبل. الفكره بس انه انا في عندي فاريبل اسمه كاونتر، وهذا دائما لازم ابعته عن الكاونتر هون. كاونتر. اوكي، الفكره ايش؟ الفكره انه انا قاعد بقول له عندك الفاريبل اللي اسمه كاونتر في كل فانكشن كول حيكون عندك. طيب لما افوت على التري وهي التري تكون فاضيه، اغير على النتيجه على عدد النودز؟ لا. طيب اذا ما كانت فاضيه فمعناته انا وصلت عند نود بمسك هذا الكاونتر بزيد عليه واحد، بعدين بنقله للشمال وبنقله لليمين. هلا بفوت الشمال، اذا كان الشمال في نود معناته ايش حيصير فيه؟ بزيد واحد. بزيد واحد. اذا ما كان في ما بتغير. بس مش المفروض تعمل الشمال طبعا. انا احس لما ابعت اول مره يعني الميل لما ابعت، طبعا اذا بعته انا فاريبل في زيرو رح باخذ فاريبل في زيرو. مش انت من اول هون بفانكشن؟ لا هون اذا جوا الفانكشن انا بحط انت كاونتر يساوي زيرو، كل مره بفوت على الفانكشن بصفره، كل مره بفوت على الفانكشن بصفره. فنو نو ما بزبط. اوكي ما بزبط. اوكي هلا هون it doesn't matter انا لو عملت كاونتر بلس بلس هون، ولا عملت كاونتر بلس بلس مثلا هون، ولا عملت الكاونتر بلس بلس مثلا هون وشلتها من هون. اوكي it doesn't matter at all. انت متى يو انكريمنت الكاونتر، المهم انك انت تو انكريمنت الكاونتر وتروح شمال وتروح يمين وتروح شمال وتروح يمين، وكل ما يفوت على نود وهي النود مش نال بزيد الكاونتر واحد، كل ما يفوت على نود وهي النود مش نال بزيد الكاونتر واحد، على ما يفوت على نود ذات از نال ما بزيد الكاونتر وبرجع. اوكي ناو هون ذس از بري اوردر، لو مسكتها وحطيتها هون ان اوردر، لو حطيتها هون ذس از بوست اوردر، وكلهم يعني are exactly the same.
هلا الهدف من هذا المثال انه نشوف انه يعني if you'd like to يعني implement something recursively عندك اكثر من طريقه. عندك طريقه انك انت مثلا تعمل شيء زي اللي عملناه قبل شوي، تعمل مثلا 1 بلس وتنادي هذا وتنادي هذا، هيك انت you accumulate result، بتجمع result شوي شوي، بتجمع 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 بتطلع معك النتيجه وبترجعها على function بتعدى عليه. كل ما يفوت على function بتعدى عليه. المحاضره الجايه بنحاول نحل مثال ثاني زي هيك نشوفه باكثر من طريقه. ممكن مثلا نخليه بالفانكشن كود نخليه فاريبل عادي ونخليه ستاتيك. تخليه ستاتيك هلا يعني ان جنرال يعني اليوز اوف الستاتيك او الجلوبال فاريبلز از نوت بريفرنس. يعني فيهم مشكله في الريدابيليتي والتريسابيليتي وبالمعنى اصلا. يعني الريكارجن والايديا اللي احنا بنطرحها هون ما لها علاقه باللغه بتاعت البرمجه. الستاتيك فاريبلز خاصين ببعض اللغات، اوكي؟ خاصين ببعض اللغات، والمعنى الكونسبتشوال بتاع الستاتيك مش هال يعني مش هال مش هالمعنى اللي هو يعني مربوط دائما مع الريكارجن. فيعني انا بيرسونلي اي بريفير انه يو دونت يوز اني ثينج ستاتيك او جلوبال. ويعني اف يو سيرش اون ذا انترنت حتلاقي انه هاي النصيحه موجوده دائما، انه افويد ستاتيك الا لو انت مجبر عليها بشكل ما. نفس الشيء الجلوبال فاريبلز، يعني global variables avoid them unless you really need them for some reason. يعني في الـ object oriented program languages فيش اسمه global variable أصلا، يعني ما فيش اسمه هيك variable وطاير في السماء زي هيك، ما مش تابع لحدا في العالم. في عندك variables تابعين لكلاس أو إشي زي هيك. ف yes you can بس to me this is not proper. اوكي جود. هيك شفنا مثال الكاونت، هيك شفنا مثال الكاونت. حابب تجربوا انتم بالبيت تحاولوا تطلعوا الماكسيمم نود في التري، بس مش باينري سيرش تري. لو ما كانت باينري سيرش تري فالماكسيمم ممكن يكون هون او هون او هون او هون او في اي مكان. حابب تفكروا فيها كيف ممكن اكتب انا ريكيرسيف فانكشن ذات فايندز ذا ماكسيمم نود في التري. بعدين حنحلها مع بعض المحاضرة الجاية أو اللي بعدها، أوكي؟ ديبيندز على الوقت، حنحلها مع بعض، بس بدي إياكم تفكروا فيها قبل ما نيجي، فكر كيف أنا ممكن أحسب ماكس، أتليست أنا عندي يعني حالياً في بالي في عندي ثلاث طرق، يعني 3 ديفرنت ويز كلهم ريكيرسيف ممكن أطلع فيها الماكسيمم، أوكي؟ فكروا فيها. فور ناو حابب إنه نفكر كيف ممكن نحسب الهايتس في 3. انه في عندك فانكشن اسمها كومبيوت هايتس، والفانكشن كومبيوت هايتس بتبدا من عند الروت وتمر على كل نود وبتخزن جوا النود الهايت تبعها. قديش الهايت تاع الجي؟ صفر. قديش الهايت تاع الاف؟ واحد. ايش هو الهايت؟ ماكسيمم نمبر اوف ليفلز اندرنيث، يعني الماكسيمم بين عدد الليفلز اللي على الشمال وعدد الليفلز اللي على اليمين. تمام، كيف ممكن هاي نفكر فيها؟ هلا اول شيء is this going to be pre-order ولا in order ولا post-order؟ حكينا عنها post زمان صح؟ حكينا عنها post. post شو يعني؟ معناته حسبة الهاي بتاعت النود اللي انا فيها ما حتصير الا بعد حسبة الهاي بتاع الشمال وحسبة الهاي بتاعت اليمين. اوكي، يعني احنا شوي شوي قاعدين زي كانوا بنحكي الريكرس ديفينيشن كيف حيكون صح؟ طيب ايش هي البيس كيس؟ النكست تبعها ما يكون نون؟ اذا كانت نون شو الهاي بتاعها؟ ما فيش حسبة هاي صح؟ اذا كانت النود اللي انا كنت عليها هي نون I'm not going to compute the height. طيب تمام، هاي البيس كيس سهل. يعني اف النود equals equals null return
ما فيش حسبتها. طيب ناو هاي البيس كيس. البوست اوردر كيف شغال؟ البوست اوردر في عندي فانكشن كول وعندي فانكشن كول وبعدين عندي سم اوبريشن، صح؟ صح ولا لا؟ هلا بما انه احنا اتفقنا انه راح تكون الكمبيوت هايتس هي بوست اوردر، فلازم يكون عندي الشكل زي هيك، بيس كيس فانكشن كول على اللفت وفانكشن كول على الرايت وبعدين في عندي كومبيوتيشن للنود نفسه، صح؟ طيب اذا كان محسوب الهايت اللي على الشمال ومحسوب الهايت اللي على اليمين، كيف راح احسب الهايت تاع النود نفسها؟ الماكسيمم. ايش راح احكي؟ راح احكي اف، خلينا نفترض انه الهايت تاع الشمال يعني النود اللي على الشمال، اقول اف النود لفت هايت، صح؟ اذا كان الهايت تاع النود لفت اكبر من اوكي طيب تمام، معناته انا بس عشان اختصر على حالي شويه يعني شويه اسطوره وانا بكتب هسه، راح احكي انه اللفت هايت خزنته في فاريبل اسمه لفت اتش والرايت هايت خزنته في فاريبل اسمه رايت اتش. يعني ناديت هاي الفانكشن وخزنت النتيجه هون وناديت هاي الفانكشن وخزنت النتيجه هون زي ما عملت انا بالكاونت قبل شوي. طيب بعد ما خلصت راح اجي احكي اف لفت اتش اكبر من right h then what equals the height تاع هاي النود node height equals h. اوكي الهايت تاع هاي اللي هون سالب واحد واللي هون صفر، الهايت تاع هاي قديش؟ صفر. لا 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 واحد لانه احنا حكينا الماكسيمم نمبر اوف ليفلز اندرنيد، صح؟ بس انا حسبت الهايت اللي هون والهايت اللي هون، الماكسيمم بيناتهم صفر، بزيد عليه واحد بيطلع عندي الهايت اللي هون، بزيد عليه واحد بيطلع عندي الهايت اللي هون، فعندي هون واحد، هون الهايت قديش؟ سالب واحد، عندي سالب واحد وواحد، ماكسيمم بيناتهم واحد، فهون الهايت حيكون 2، صح؟ فمعناته هون ايش راح اكتب؟ النود هايت ايش يساوي؟ 1 plus left edge. إذا كان left edge أكبر من right edge زيد عليه 1. فالنود height يساوي 1 plus left edge. Else exactly. Node equals 1 plus right. The height equals 1 plus right edge. Okay. هيك حيكون الشكل العام. بس في شوية تفاصيل بدي أنتبه عليها. في شوية تفاصيل بدي انتبه عليها، مين يحكي لي شو الاشي اللي لازم اكون منتبه عليه؟ لما تكون افرض هي سالب واحد. ممتاز، كيف انا صح يعني موضوع السالب واحد اللي هون، ما انا قاعد بقول له اذا فتت هون وكان نال بس ارجع، صح؟ فكيف راح احسب انه هذا اللي على الشمال هو سالب واحد؟ هاي لازم انتبه لها هون. لما اجي اخزن داخل اللفت اتش بشوف اذا اللي على شمالي نال بخزن سالب واحد، اذا مش نال بنادي الفانكشن وخليها تروح تحسب، صح؟ اوكي فمعناته عندي هذول الفانكشن كولز فيهم شويه شغل، الفانكشن كولز فيهم شويه شغل، بس الشكل العام زي هيك، الشكل العام بيس كيس كول كول بعدين اف ستيتمنت ويف ستيتمنت باخذ 1 بلس الماكسيمم بينهم. واضحه الفكره بشكل عام ولا لا؟ اكيد يس. خلينا نكتب خلينا نكتبها هاي. Now this is going to be template class t void bst compute heights وحتاخذ node star node function compute heights اللي كان صفر حتاخذ node. لا اوكي لا انا ما راح ابعتلها، هي كل نود بتوصل عليها بتخزن جواتها الهايت، تمام؟ فاذا انا كنت بهاي النود بدي اعرف الهايت تاع الشمال كيف بعرفه؟ بعمل نود ليفت هايت، واذا كنت هون بدي اعرف الهايت تاع اليمين فراح اعمل نود رايت هايت.
فانا ما في داعي ابعث لها بارامتر، من اي نود بقدر اجيب الهاي بتاع الشمال يرجع لي بكل سهوله. تمام، هلا ايش البيس كيس؟ if node equals equals to null return. طيب اذا النود مش null اوكي ممتاز، راح اعمل الفانكشن كول نفسها. فانا عندي compute height node left و compute yes compute heights وانا compute heights node اوكي هلا بعد ما نعمل هاي الفانكشن وهاي الفانكشن انا بكون متاكد انه لو في نود فراح يكون تخزن جواتها الهايت تبعها، لو في نود فراح يكون تخزن الهايت تبعها. هلا بعدها ايش راح اعمل؟ ناو ام جوينغ تو ريتريف الهايت الشمال والهايت اليمين. بعد ما اكون انا حسبت الهايت تاع الشمال والهايت تاع اليمين راح اجي هون واخذ الهايت من الشمال واخذ الهايت من اليمين، فححكي هون انت left edge ايش يساوي؟ يساوي نود ليفت هايت. ممتاز، بس المشكله ممكن يعني راح احكي هسه ليفت اتش يساوي نود ليفت اتش يساوي نود ليفت هايت، ولكن المشكله انه ممكن انه هاي النود تكون نال، صح؟ يعني ممكن يكون هون وراح ورجع وعلى الشمال في نال، فايش لازم اسوي؟ كيف راح اكتب الكود هون؟ ايوه ممتاز. بفترض ابتداء انه النود ليفت هايت يساوي سالب واحد. هلا اذا الليفت مش نال معناته روح شمال خذ من خذ الهايت تاع الشمال وخزنه جوا الليفت اتش. جود. طيب اذا كان بعدين الخطوة اللي بعدها ايش حتكون؟ رايت اتش يساوي سالب واحد اف نود رايت نوت ايكوالز تو نل رايت اتش ايكوالز نود رايت هايت. تمام هيك هذول الخطوات لساتنا وين؟ لساتنا وين؟ I hold the function while I retrieve the left edge and I retrieve the right edge. باين عندي اخر خطوه اللي هي doing the operation الحقيقيه. هذا كلياته لسه البوست اوردر ترافرسال. This is the post order traversal. هلا بعد البوست اوردر ترافرسال راح يصير عندي انا اللي هي الاوبريشن اللي بدي اعملها. ف if left edge اكبر من right edge then no height يساوي 1 plus left edge else node height equals 1 plus right edge. تمام؟ this is the operation وهذا كلياته الكلام اللي هون مع الفانكشن كولز هذول كلياتهم اللي هي الورك على الشمال واليمين. إذا في شيء مهم بدنا نتعلمه من هاي الفانكشن هي إنه كيف it's a direct mapping من الـ post order. أول ما بديت أفكر حكيت إنه هاي الـ operation اللي هي computing the heights is a post order traversal operation. بعدين جيت أنا قلت لك معناته لازم يكون في عندي base case، لازم يكون في عندي two calls، وبعدين راح يكون في عندي some computation. بعدين بديت أنا أحكي طيب شو هي الكمبيوتيشن؟ الكمبيوتيشن هي 1 plus whatever وعملتها. بضل عندي الفانكشن كولز، كنت انا بس منتبه انه بعد ما اعمل الفانكشن كولز كيف اطلع انه اللي على شمالي نان ولا على يميني نان. ذاتس ات. اوكي اتس جود انه تحضروا كمان للمحاضره الجايه قبل ما تيجي تفكر بالكمبيوت دبس. فكر بالكمبيوت دبس. كمبيوت دبس حكينا شوي ايش حتكون، هي بوست ولا بري ولا ان، صح؟ شو حكينا؟ شو كان؟ بري اوردر. بري اوردر ليش بري اوردر؟
ممتاز، لأنه إذا بعرف الدبث للي قبلي، إذا أنا عندي الدبث، فلا إذا نزلت خطوة لتحت، فالدبث تبع اللي تحت شو هو؟ زائد واحد. اللي فوق زائد واحد، فلازم اللي قبله يكون محسوب. فراح يكون الشكل حسبة الدبث هاي حتكون قبل الكمبيوت دبث والكمبيوت دبث مرة ثانية، تمام؟ نشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله، فنحكي عن الكمبيوت دبث. يعطيكم العافية.